واعطي الكلمه للسيده الوزيره وبعدها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوالي المحترم، الساده الرؤساء، ايها الحضور الكريم، اولا نود الشكر للسيد الوالي لتنظيم هذا اللقاء العام الهامي لقطاع السياحه بمدينه مراكش اللي هي اهم الواجهات السياحيه في بلادنا وعالميا. للأسف كتعيش واحد الأزمة صعيبة بشأن هذا الوباء ديال كوفيد 19 اللي كيضر جميع القطاعات الاقتصادية وبالخصوص القطاع ديال السياحة وكذلك الصناعة التقليدية، وللأسف طول شوية هاد الأزمة وما كان عنده واحد الإكراهات على جميع الفاعلين في القطاع وخاصة في هذه الجهة في مدينة مراكش. كما كتعرفوا من اهم الوجهات السياحيه في بلادنا واللي عندها واحد العلامه السياحيه عالميا هذه المدينه اللي عانت بسبب اكراهات الازمه ديال كوفيد 19 من واحد التوقف ديال هذا النشاط السياحي اللي عنده واحد الاهميه قصوى في مدينه مراكش. فقمنا بواحد العمل والمشاوره مع السلطات المحليه ومع ممثلي القطاع، جميع المهنيين في قطاع السياحة، باش نضمنوا واحد التنسيق في العمل ديالنا جميعا. فطرقنا محور أساسي هو تفعيل الكونترا بروغرام برنامج عقد 2020-2022 باش نكونوا كلنا متفاهمين الإجراءات اللي جا بها بهذا البرنامج عقد، وباش يكون واحد التطبيق ميداني في هذه الأيام. وكذلك طرقنا لواحد المحور ثاني هو خطة عمل وبرنامج كيشاركوا فيه جميع هاد الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين في القطاع الخاص باش نهيئوا نفسنا لواحد المرحلة اللي كنا متفائلين بها، هي نرجعوا للنشاط السياحي اللي هاد المدينة في حاجة ليه واللي عندها مؤهلات الكل كيعترف بهم وطنيا ودوليا.